وهي دي الوصفة حبايبي اللي انا هعملها معاكو النهاردة. هعمل معاكو عصير البرتقال بالجزر، وقد ايه هو عمل معايا كمية حلوة، وبجد الوصفة هتعجبك. لو عايزة تعرفي الطريقة تابعي الفيديو للآخر. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هعمل معاكم وصفه سهله وبسيطه قوي، ومقاديرها موجوده في كل بيت. هعمل معاكم مشروب حلو قوي قوي في الايام اللي احنا فيها دي، وخاصه الوقت دوت وقت دايما الانسان بيبقى عنده برد وزكام، وبيحتاج ان حاجات تحمي المناعه. عصير البرتقال ومعاه الجزر، وانا معايا هنا 2.5 كيلو برتقان عصرتهم في عصارة البرتقان بالشكل دوت، وجبت 0.5 كيلو جزر قشرته وسلقته لغاية ما استوى معايا، واستفصت بالمية اللي انا سلقته بيها علشان خاطر كل فوائد الجزر نزلت في المية، فانا المية اللي نزلت من الجزر دوت احتفظت بيها. ها، وهضربها مع البرتقان والجزر وانا بضربهم مع بعض في الخلاط، ومعايا كوباية سكر. وممكن انتي لو مش حابة كمية السكر ديت ممكن تحطي 0.5 كوباية بس، او تحطي سكر حسب رغبتك انتي. ممكن تستغني عن السكر وتضيفي عسل ابيض، بس هو طبعا السكر هيبقى طعمه احلى. اول حاجة دلوقتي انا معايا الدورق بتاع الخلاط، هحط فيه 0.5 كمية الجزر عشان انا طبعا هضرب البرتقال على مرتين، واحط كمان 0.5 كمية المية بتاعت الجزر عشان انا مش هزود مية تاني، وهضيف البرتقال برضو مش كله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، وهحط 0.5 كمية السكر وهضربهم في الخلاط. وانا هضربهم الوقت، وانا بضربهم في الخلاط حوالي 5 دقايق عشان خاطر الجزر يتضرب كويس قوي مع البرتقال. ودوت شكل الجزر مع البرتقال بعد ما ضربتهم مع بعض. هخلص بقية الكمية كلها. انا كده عصرت البرتقال كله زي ما انتم شايفين كده، وبسم الله ما شاء الله عمل معايا كمية حلوة. وطبعا بدل ما ولادك يشتروا عصير من بره احسن انك انتي تعمله لهم في البيت. انا كنت جايبة 2.5 كيلو برتقان بلدي. طبعا البرتقان البلدي الايام ديت جميل قوي وموجود في كل مكان، والايام دي اصلا البرتقان موجود كتير قوي، فانتي ممكن تبتدي تخزني منه عشان خاطر رمضان تجيبي كمية برتقان وتعصريها وتشيليها في الفليزر عشان خاطر رمضان. وانا خلاص عملت العصير وحطيته في الازايز بتاعت العصير. شفت بسم الله ما شاء الله عمل معايا بالظبط 3 لتر في التلاجة، وقت ما تحتاجي تطلعي وتشربي. وكفاية ان هو عصير انت اللي عاملاه بايدك وعارفة انت عاملاه ازاي وما فيهوش اي مواد حافظة. وانا دلوقتي هحطه معاكو في الكاسات. وانا خلاص حطيت العصير في الكاسات زي ما انتوا شايفينه كده، بسم الله ما شاء الله شكله جميل وطعمه كمان حلو قوي. عملت معاكو عصير البرتقال بالجزر وقد ايه هو مفيد وصحي. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلك كل وصفاتي، والسلام عليكم ورحمة الله.